لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هاني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول مره واحده. لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعة المغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وادي يا شعبان. اهلا 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 سعادة الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. محاسن. ايوه اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي، مع السلامه. باي 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 باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. شكرين قوي قوي قوي. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي. اشرب.
دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. قد ايه يا فريد؟ قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. هو حضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. صباح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم ده.
نظرية برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك وبالمرة هجيبها لك جاهزة مفروشة بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل، ادي 5000 جنيه هم، مع اللي معاك يبقى 150000. انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا حوصل رسالتك. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. متشكر. السلام عليكم. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى أنا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. أيوة كده. مش تبقى قريبة وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. ما أنا بقول كده برضه. بقول لك إيه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. أيوة، ونثبتهم. ما يبقوش ظهرات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشت يا رمرم، الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد، دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى الأبهة. امال انا مش أبهة؟ من أبهة اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الوهاب، انت حسيتني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي، ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز.
قطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه. بغير بغير يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ كنت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ ميرسي. اهلا.
اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي. يا صباح النور، يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه، يا بيت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرز البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا بنت اختك. اتفضلوا. اتفضل. هلو. خليك قريبة مني عشان لو فتشت عند اهلك. اه. تعالى يا جابر التوبة بنتي. تعالى. ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الأقل عنده شقة. يابا سباك، سباك. سباك؟ وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي، عيل، اتنين، تلاتة، أربعة، إنما ده عنده شقة. مش متجوزاه، فاهمة؟ يا اخي كل مستنيه جدع ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش. هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه بجوابه للصفان. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلامي يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه. ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو. شال ارقام جان؟ نعم. شال ارقام جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوح وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بيه. دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ راح استلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر سواق، مالكش دعوه انت. ايه
ايه الزحمه والمصرفيه دول خير؟ عشان دي اول دفعه تنزل مصر بالموديل. يا سلام. ندوس ولما نحب مندوسي مندوسي العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت. انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشه دي؟ بتهيألي ألاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. آه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. كفاية ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ شوف يا واد. بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ مين اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى شعبان انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا.
هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية. فرصه تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خش. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست، من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينه، يعني انت مظبوط؟ زينه خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكاية. انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زينة، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ ابو خيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ماني هقول لك، انا كنت هجيلك. بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح علي قوي قوي قوي، ربنا فتح علي قوي. وانا كنت جايلك، بس اللي حشني مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا اللي في مصر كل فيلا جنب الفيلا التانية، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حاشني حقيقي يعني. اللي حاشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حاشني حقيقي يعني. يا حلو من جوه تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلاء حمرا. حمرا ايه وخضرا ايه يا زين؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي.
وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيئي الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم بقى جسمهم فار من كثافه السكر 412000. ما تندمش يا شعبان، مليون عين انت في حياتك زين. ما انا ده كل اللي كثافه السكريه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وين ال 20 مليون التانيين؟ فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب زينب، تعالي معايا.